كيف يشعر الحجاج عند قدومهم إلى المسجد الحرام، خاصة عند مشاهدة الكعبة لأول مرة؟ لنشاهد. اسمك ايه يا حقة؟ الحقة خطيبة. من مصر؟ من مصر. أول مرة تيجي مكة؟ لا، جيت دي خمس مرة. تذكري أول مرة شفتي فيها الكعبة؟ شهر مايو 2010. إيش كان شعورك لما شفتي الكعبة لأول مرة؟ كنتش مصدقة إن ممكن ربنا بيحبيني وجابني هنا والمكان ده، ودعيت ربنا يوميها إن ده ما يكونش آخر عهد ببيت الله الحرام، وكل ما باجي بأدعي ده نفس الدعوة. اسمك كريم؟ حميدة علي حمزة. حجة حميدة، أنت أول مرة تيجي مكة؟ أيوة، أنا جيت عمرة قبل كده، بس جيت في القرعة، قدمت القرعة الحمد لله، قبلت وجيت. تذكر أول مرة شفت الكعبة فيها؟ أيوة الحمد لله، ما كنتش أتوقع كده، الحمد لله دعت ربنا أنني أجي دايما هنا يا رب كده وأزور بيت ربنا، وبقيت مبسوطة وشعور مش قادرة أوصفهولك. لاحظ أنك أنت جالسة هنا قدام الكعبة. أيوة الحمد لله، الحمد لله، والله ربنا عوضني كتير والله، والحمد لله دعي ربنا أنني أجي أزور بيت الله، والله الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ربنا حاسس بالهم اللي أنا فيه، والحمد لله ربنا جابني هنا عشان أدعي، الحمد لله، الحمد لله. فين استجاب دعواتك يا حجة؟ والله الحمد ربنا، والله والحمد لله. نزيهة عبد البصير خليل صالح. نزيهتي، متى أتيتي إلى مكة؟ من يوم 3/6. أول ما دخلتي من الحرم المكي وشفت الكعبة، إيش كان شعورك؟ شعوري مش قادرة أوصفه بصراحة. فرحانة طبعاً، فرحانة، بنحمد ربنا، ألف حمد وشكر لك يا رب، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. أول حاجة عملتيها لما شفت الكعبة عملتي؟ سجدت في الأرض شكر لله، سجدت في الأرض شكر لله. توقعتيها بهذه المهابة وهذا التصميم أو زي التلفزيون؟ جسمي كله بيترعش كده من الفرحة ومن الدهشة بصراحة. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. قولي ايه للناس اللي في مصر عايزين يجوا ويشوفوا الكعبه وما قدروش؟ مشتاق ربنا يوعده يا رب، كل مشتاق ربنا ييسر له ويوعده يا رب، كل الحبايب وكل المسلمين يا رب، اقبل مننا كلنا يا رب، يا رب رجعنا يا رب كيوم ولدتنا ومنا يا رب العالمين. اي حاجه قولي عاوزة. انا اسعد يوم النهارده ان انا في الحرم، ومش عايزة أتقطع أبد من هنا، كل سنة تبقى هنا. ونتمنى أسعد يوم يجينا الكعبة والله الحرم. يا رب كل سنة يا رب، يعيدنا بها يا رب. يا رب يا رب يا رب، الحمد لله الحمد لله يا رب، يا رب يخليكم. أي حاجة أنا بدعي لعيالي كتير كتير، أنا اسمي الحاجة نجاة، وبدعي لعيالي كتير اللي هم جابوني. السلام عليكم. اسمك كريم؟ أم عمر. أم عمر، أنت من مصر؟ أيوة. أنت أول مرة تيجي مكة؟ أيوة. احكي لي مشاعرك لما شفت الكعبة أول مرة. مهما تقرأ ومهما تسمع ومهما تتخيل، مش زي ما تحضر الكعبة وتشوفها عينك، بتحس لحظة إنك مهما تتكلم مش هتعرف توصف فعلا عظمة ربنا سبحانه وتعالى، قدرته وخلق الكون، ربنا يكتبها لكل مسلم. أول حاجة عملتيها لما شفت الكعبة عملتيها؟ دعيت ربنا يجعلني مستجاب الدعوة لنفسي ولغيري، ودعيت ربنا ده ما يكونش آخر عهد ليا بالبيت، ما يكونش أول زيارة وما يكونش آخر زيارة إن شاء الله. أهلك أصحابك في مصر اللي كانوا عاوزين يجوا الحج أو يشوفوا الكعبة ما قدروش؟ ربنا يكتبها لكل مسلم على وجه الأرض ويحقق مزارة الإيمان دي. أنت كمان يا حجة أول مرة؟ إن شاء الله. احكي لي كيف كانت مشاعرك لما شفت الكعبة أول مرة؟ مهما نتكلم مفيش كلام يقدر يتوصف، مفيش وصف. زي التلفزيون، زي الصور اللي كنت تشوفها، ولا حاجة مختلفة؟ حاجة مختلفة تماما. اسمك كريم يا حاج؟ عبد العزيز الداف. حاج عبد العزيز، أول مرة شفت فيها الكعبة كيف كانت مشاعرك؟ والله مشاعري يعني ما توصف، يعني أنا يعني طول عمري
يعني لما صرت يعني بالغ راشد انه اجي هالمحل هذا، والحمد لله الله سبحانه وتعالى هون علي يجينا، شفنا هالمحلات هي الله سبحانه وتعالى اكرمنا فيها، هذا جينا لهون الحمد لله، ويعني الحمد لله يعني شو اوصف لك. اول شيء عملته لما شفت الكعبه؟ عمل شيء؟ اول شيء عملته لما شفت الكعبه؟ الكعبه يا سيدي اول ما شفت الكعبه يعني هاي يعني زاد الله يعني حرس الله وزاد الشرف انه يعني ما بتوصف، شعر راسي وقفك وندقع بالارض الحمد لله. يعني اسمك كريم يا حجه؟ ام اركان. اول مره تجي على مكه؟ الحج اول مره، بس عمره جايه قبل. تذكرين اول مره شفتي فيها الكعبه كيف كان شعورك؟ يعني شعور ما ينوصف نهائيا، ما ينوصف. تنسى نفسك، تنسى أولادك، عائلتك، بلدك، كلها تنساها، يعني ماجه رب العالمين، تنسى الأول والتالي. حريصة تجلسي هنا في هذا المكان أمام الكعبة؟ طبعا، حتى ندعي والله يتقبل لنا بهذا المكان الشريف، وأعيد وأكرر ندعي جهودكم هاي الجبارة اللي مستحيل أحد يسوي هالشكل، النظام، نظافة، القوات الأمنية اللي واقفة هنا وحارصة ليل ويا النهار، النظام، يعني ما أعرف شلون. نريد نشكركم. حجة تذكري أول مرة شفتي فيها الكعبة كيف كانت مشاعرك؟ الله أكبر. أنا قعدت أعمل عمرة من الساعة 10 بعد، يعني من العشاء للفجر، كان مشاعر بقى فياضة كده، والله أكبر الله أكبر، ربنا يا رب يدومها يا رب دايما كده، ونجعلنا من زوار بيت الحرم. أول حاجة عملتيها لما شفت الكعبة؟ طبعا البكاء بقى ودعات ربنا، يعني مشاعر بقى ما تتوصفش يعني.